وبشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة الكاظم مع إيران بشأن استيراد الكهرباء من طهران، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني بداية، كيف تقرأ هذا الاتفاق الذي أبرمته حكومة الكاظم مع طهران فيما يخص تصدير الأخيرة الكهرباء للعراق لمدة عامين؟ يعني هذا الموضوع تقديري محسوم، لأنه 17 عام والعراق يعاني أزمة كهرباء، وصرف أكثر من إيران 10 مرات على الكهرباء. إذا تتذكر قبل فترة كان في وزير اسمه الدراجي، وزير للصناعة، محمد صاحب الدراجي. نعم نعم، كان يقول الفساد ليس هناك فساد في الصناعة، هناك قرار خذ شو تريد ولا تصنع كلش، وحتى تصنع تحتاج الكهرباء، حتى تزرع تحتاج الكهرباء. إذا المفروض أن يبقى البلد في حالة يعني ركود وانحطاط اقتصادي وتخلف، وهذا الموضوع مسؤول عنه الأمريكان قبل الإيرانيين، واليوم الإيرانيين استكملوا ما بدأوا الأمريكان في مسألة تحطيم العراق وعدم السماح له بالنهوض مجددا وإعادة الإعمار والبناء. هذه السياسات الاقتصادية المدمرة هي الأكثر خطرا على العراق حتى من الميليشيات، لكن هذه السياسات هي التي بالمحصلة هي التي ستفجر الأوضاع في العراق. لن يقبل العراقيين إلى ما لا نهاية هذه السياسات المدمرة. يعني أستاذ حسين، الاتفاق يأتي بعد اتفاق حصل بين الكاظمي والمملكة العربية السعودية لضخ الأخيرة مساعدات لإنقاذ الحكومة الحالية التي تعاني اقتصاديا، حتى أنها كما تعرفون يعني لم تستطع أن تؤمن رواتب الموظفين ربما للشهر القادم والأشهر القادمة. تعتقد أن الصفقة تمت بين بغداد والسعودية مقابل مساعدات تمنح من السعودية إلى العراق أستاذ حسين؟ أنا لا أعتقد أن السعودية في حال يسمح لها تقديم مساعدات في هذا الوقت، ما لم تكن أن هناك إملاءات أمريكية شديدة على السعودية. ما الذي ستجنيه السعودية من العراق وهي ترى العراق مدمر وفي حالة عزلة تامة عن الإقليم، والعراق في يغرق في مستنقع من المشكلات، لا قبل لا للسعودية ولا لقوى الخليج التي ساهمت أصلا في وصول العراق إلى هذا الحال لأن تنتشره. ليس لها مصلحة في انتشار العراق، وهي تدرك أن هذا العراق إذا ما عاود يعني نهوضه والوقوف على قدميه فلن يكون في مصلحة هذه الدول. طيب أستاذ حسين، مسألة الاتفاقية ما بين العراق وإيران في موضوع مد العراق بالطاقة الكهربائية لمدة عامين، هذه الاتفاقية ستكلف الخزينة العراقية مئات ملايين الدولارات، من أين لحكومة الكاظمي أن توفي مستحقات هذه الصفقة؟ يعني حتى الإيرانيين لما يعني يشرعوا في تزويد العراق بالكهرباء، حتى لو لم يمتلك العراق قدرات على الدفع، فلهم مصلحة في مزيد من إغراق العراق بالديون لحساب إيران، ولهم مصلحة في ربط اقتصاد العراق بالاقتصاد الإيراني. المسألة ليست مسألة كهرباء فحسب، وليست مسألة بزنس فحسب. يعني الاقتصاد هو في خدمة السياسة، والسياسة في خدمة الاقتصاد، يعني ليس هناك انفصام بين الاثنين. أستاذ حسين، المحللون والمراقبون يقولون أن موضوع الاتفاق بين العراق وإيران فيما يخص تزويد العراق بالطاقة الكهربائية هو جاء لقطع الطريق على الربط الكهربائي بين العراق والسعودية في إطار الربط الكهربائي الذي وصفوه بالكبير بين الدول العربية. هل هي رسالة من الكاظمي للمحيط العربي مثلاً؟ قبل هذه الأحداث تذكر، هي المشكلة ليست في الربط الكهربائي، المشكلة في اختلال توازن المصالح. ليست هناك مصالح متوازنة مشروعة بين الدول، وإلا ما المشكلة من أن نرتبط بإيران بالكهرباء وتركيا والأردن ومصر والسعودية؟ ليست هناك مشكلة حقيقية في تبادل المنافع. المشكلة الحقيقية في أنه هذه المصالح والمنافع توظف لخدمة أغراض ليست في مصلحة هذا العراق. يعني هي ليست المسألة إيران أو الكويت أو سوريا أو أي بلد آخر. لكن يعني أستاذ حسين، لكن أستاذ، هناك من يرى أن ملف الكهرباء يعني وصفوه بأنها تكون جولة جديدة في مسلسل صراع النفوذ الأمريكي الإيراني
على العراق، ما مدى دقة هذا الطرح؟ هم الأمريكان كما الإيرانيون كما السعوديون كما باقي الدول الجوار للعراق المر العربي وغير العربي، ليس لهم مصلحة في استقرار واستعادة العراق لعافيته، كل هؤلاء جميعا وفي مقدمتهم الأمريكي. وبالتالي لم يحرصوا على أن يتم إعمار الكهرباء في العراق. إعمار الكهرباء في العراق يعني التنمية، يعني الصناعة، يعني الزراعة، يعني استقرار الناس، يعني تطوير الخدمات. وبالتالي أحجية الكهرباء، يعني احنا في مرحلة من المراحل عملنا عليها ندوتين لخبراء واقتصاديين وأهل كهرباء، ما صرف على الكهرباء في العراق يعني يزود الشرق الأوسط بالكهرباء. إذا من المسؤول عن هذا؟ المسؤول عن هذا الأمريكي أولا، صاحب كل الأجندات المحلية الإقليمية. الأجندات المحلية الإقليمية في السعودية والكويت والأردن وإيران وتركيا على هامش الموضوع مستفيد من خراب العراق. من عمان شكرا جزيلا، من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، شكرا جزيلا لكم.